الخبر الثاني برضو من النادي الاهلي معانا على علي معلول. علي معلول هيجدد اهله عقده مع الاهلي لحد 2024 والاعلان بعد الانتخابات. ايه ده بقى؟ الخبر ده بيقول ان علي معلول هيجدد، ويمكن انت واحد من الناس قلت يا ميدو ان الخبر ان علي معلول هيجدد ده بقالك كتير قوي. انت شخصيا قلت الخبر ده يمكن من شهرين. بس انا بقول لك ان في مشكله في تجديد عقد علي معلول. ايه هو يا بقى؟ في مشكلة كبيرة في فكرة الفلوس، هو عاوز يزود الجزء الفلوس، خصوصا ان عنده عرض من بيراميدز، عرض كبير جدا، ويمكن ممدوح عيد هو اللي بيقود المفاوضات دي. تبتسم انت، عندك معلومات زي كده؟ لا لا، انا عندي معلومة تانية. قول. هقول لك انا. تقول. طيب، علي معلول في اتفاق كبير ما بينه وبين مجلس الإدارة، تمام؟ انت عارف ان جون هو الايجنت بتاع علي معلول. جون ادوارد هو الايجنت بتاع علي معلول. تمام. وجون ادوارد في نفس الوقت هو الفوتبول دايركتور بتاع نادي فاركو. تمام. دلوقتي في تفاوض من النادي الاهلي، بيحاولوا ان هم يضغطوا على جون ان جون يفعلوا بند الشراء في عقد محمد صبحي، والاهلي يشتري محمد صبحي. وده ليه علاقه بتجديد علي معلول. وقول ميدو قال الكلام ده. لا بس دي صفقه كبيره قوي. لا ما انا بقول لك. غلطة كبيرة اتعملت من اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك السابق بقيادة كابتن حسين لبيب، في إن هي حطت أوبشن تو باي أو بند تفعيل شراء لمحمد صبحي وقت إعارته لفاركو. وأنا بقول لك إن الأهلي الموضوع ده اتنور له. الموضوع ده متنور عند الأهلي، أنا بقول لك بس. أنت بتقول خبر مهم جدا يا ميدو. أنا بقول لك. أنت بتقول خبر مهم جدا. أنت بتتكلم على ثلاث أندية تبقى صفقة ثلاثية ما بين او صفقه يعني هيتضرر فيها نادي اللي هو نادي الزمالك اللي هو الحارس بتاعه محمد صبحي هينتقل للنادي الاهلي عن طريق نادي فاركو. فبالتالي انت بتتكلم في صفقه على فكره. انا لما قلت ان انا قلت من اسبوعين كده قبل ما عبد الله جمعه يجدد ان الاهلي الاسبوع اللي فات مع بعض الاسبوع اللي فات الاهلي عينه على عبد الله جمعه، تمام؟ لو حد سال عبد الله جمعه وما قالش ان هو قاعد مع ناس في الاهلي يرجعوا لي انا، سالوا عبد الله جمعه نفسه بس قعدوا معاه. تمام. بس انت بتتكلم يعني انت كده بتقول ان الخبر اللي معايا ده هو ارتباط عقد تجديد عقد علي معلول في قصه كانت تتلعب قصه عشان محمد صبحي يروح يفاركو يشتريه من نادي الزمالك ويفضل اعرف فاركو بس يبقى الاهلي بيمتلكه ويبيعه او يفضل اعرف فاركو لان هو محمد صبحي اصغر حارس مميز في مصر، ده حارس مستقبل في مصر، حارس مستقبل مصر، مستقبل مصر. فبالتالي يعني هو ده البديل بتاع محمد الشناوي في النادي الاهلي. ايوه صح كده. في قصه كانت تتلعب في الحته دي يعني. طيب احنا كده اخبار حصريه بنقطع على بعض ماشي.